هنعمل فايل نيو بروجكت، وش نسميه؟ سي 3 كوليكشنز 2. هات نعمل كوليكشن يا جماعه سترينجز. اول شيء ليست اوف مين سترينج، او نعمل بيرسون، بيرسون اي نيو كلاس نسميها ايش؟ بيرسون. بروب تاب تاب انت مين الاي دي، بروب تاب تاب سترينج النيم. يلا تاخذ مين؟ بيرسون. الاي يساوي نيو ليست اوف بيرسون. هات نعطيها قيمه افتراضيه مباشره. بدري بدري عليه. هات نضيف فيها بيرسون ايش؟ بي يساوي نيو بيرسون، وبي دوت نيم يساوي خليل، وبي دوت اي دي يساوي 22 2. وال اي دوت ادمين بي. طيب حلو معقول. طب في طريقه مختصره، في طريقه مختصره. طالما بدي اعمل بيرسون جديد كيف بدي اعمله؟ في عندي بيرسون بي 2 يساوي نيو بيرسون، بعد القوس ايش بعمل؟ طبعا بحط طيب اضغط كنترول سبيس، ايش بيطلع لي؟ الاي دي يساوي 10. من غير ما تضغطي اكتب النيم بيطلع لك النيم يساوي مين؟ خلود الثاني، هذا الثامن نضيفه. تمام. اي جيت ايش عملنا؟ انشأناه وعرفناه وين في سطر واحد. هذا ايش اسمه؟ اوبجكت انيشاليزر، انه في الاوبجكت نعمل انيشاليزيشن بدل ما اقعد اكتب هيك هيك هسه. حلو. ايش بدك اعمل هنا؟ الاي دوت ادمين بي 2. ممتاز يا افنان. طيب ايش اعمل زي هيك؟ الاي دوت ادمين نيو بيرسون، واعطيه قيمه مباشره. الاي دي يساوي 18 والنيم يساوي ايش؟ محمود الكبير. طب ايوه هنا ممكن قصدك نعمل كونستراكتور صح؟ كونستراكتور نعمل كونستراكتور ماشي. بينفع نعمل كونستراكتور بس بقول لكم اي مباراه داخل الاوبجكت غير كونستراكتور بنقدر نعملها زي هيك مباشره. تمام صح، بنقدر نعمل كونستراكتور بس يوبجكت نشالز عشان ايش زي هيك يعني شايف، عشان عطول لسه في كمان ايش حنكبر اكثر. حنيجي هذا الكلام كله نعطله. حقيقة هذا الليست كم واحد فيها؟ 1 2 3. هات نكتب له فور ايتش بيرسون مين؟ بي موجود وين؟ لا بي محجوزة. ايه موجود وين؟ في ال اي. ايش يعمل؟ كونسول دوت رايت لاين مين؟ اي دوت النيم. خلاص بكفي بدنا نطلع النيم بس. خليل خلود محمود. حلو. طيب بنفع ما نعمل زي هيك تطلعه. خليني انا افترض انه هذا الليست بدي احطها وين؟ هنا بدي احذف الاد والاد. هذا خليها بعدين. هي بدي اضيف وين البي؟ مش بنفع هنا قلنا في الليست نعطيها قيم افتراضيه مباشره صح ولا ايش؟ بنقول نكتب له البي ومين؟ بي 2 صح ولا طبعا هي ضفنا هنا مين؟ دوت اد البيت اللي هو هذا ما لهاش اسم، لا ما فيش بيت يعني هو بس على السنه مباشره. بنفع ما زي هيك ناخذ هذا ونحطها وين؟ شو ربه هاي تكتبها من اول جديد. هاي بدي اكتب بيرسون ليست اوف مين؟ بيرسون مين؟ اي اي مثلا اي ال اي ار يساوي نيو ليست اوف بيرسون. نرتبها نضغط هيك نضغط انتر نيو مين؟ بيرسون. ايش خصائصه؟ كمان انتر. النيم يساوي احمد فاصله الاي دي يساوي ايش؟ 22. هيك خلصنا الاول. ايش بنحط بعديه؟ فاصلة. نعمل كمان مين؟ نيو بيرسون الثاني صح ولا لا؟ مش هي
هاي الاولاني خلصناه فاصلة الثاني هاي قوسين وش نعمل له هنا نعم ونحط على سطح جديد النيم ممكن مش مهم الترتيب تمام لان هذا مش كونستراكتور يساوي ايش 55 والنيم يساوي ايش خليك وهي ايش بنحط في الاخر سيمي كولون اديت فورمات دوكيومنت ورتب لنا اياهم او ما نرتب هذا تعال مش ظابط على فكرة عملت اعتقد عملت زي هيك برتبهم سؤال بس كيف ممكن نظهر مش متنح الارقام موجودة اقتصاديا اكتب هنا line numbers وين هيو لا مش نيو لاين موجودة هنا هيها لا مش فاكر مش مشكلة فكرنا على فيسبوك بجيب لكم اياها تمام يا جماعة انشأنا ليست واسناد القيم فيها ايش؟ افتراضيا هذا ايش اسمه؟ كوليكشن انيشا مش مهم الاسم بس هيك يعني عشان اليوم شفتوه حلو؟ هي احنا اسندنا لها قيم مش قيم اسندنا لها قيم في التعريف مباشره احيانا احنا في بيكون بسرعه مواجه بسرعه مش فاضي يقعد يعمل الهبل هذا يقعد يعمل زي هيك ويفصل هو احيانا بيكون مش فاضي هذا مع انه هذا اسرع من هذا اسندنا قيم مباشره لا خبط لزق اسندها وين؟ في لما نعرف الاوبجكت الكوليكشن حلو؟ جميل؟ يلا نصعبها شويه كمان يا جماعه الخير لما نحن نكتب زي هيك كونسول هات نكتب فور ايتش تاب تاب مين بيرسون او او مش عارف مبسوط ما بشرح يساوي ان موجود وين ان الاي ار ايش نعمل نقول له كونسول دوت رايت لاين مين او او دوت النيم طب انا بديش انا كل ما بدي اعمل دوت النيم اوتوماتيك لو طبعت هيك ايش قلنا بطبع قلنا بطلع شيء بخوف هي سي داتا دوت كوليكشن دوت بيرسون هذا ايش اسمها يا جماعه؟ بيطبع اسمها جيت تايب كانه عملنا زي هيك شايفين يا جماعه هذا هي ها هي بيرسون لو ما عملناش قلنا له اطبع اسم الاوبجكت نفسه الكلاس اطبع لنا مين؟ يعني جيت قلنا له هنا البي شايفين البي هي ها هي بي لو قلنا له اطبع لنا البي ايش حيطبع لنا؟ رجع نفس الغلط انما انا طلعته من نيم هو فاضي ايش بده يطلع بخوف هذا التايب تبعه هيو حيطبع لنا هنا هي بيرسون هو بقول لك انا مش فاهم يعني بقول له اطبع لي ضال مش فاهم ايش يعني قول له اطبع لي حجم شباك الضال لون الضال لون الضال وحجم الشباك تمام اما الضال حاجه فيها كثير حاجات مش انت ايش بدك تطبع تمام احنا لازم نقول له مثلا بي دوت نيم ماشي حكينا ممتاز فيش غدا خسارة غدا طيب يا جماعة الخير هقيت احنا بدنا اياه لما اكتب البي يطبع لنا مين النيم والاي دي او النيم او انا اسمي كذا هقيت افتراضيا هو بطبعش الجيت تايب بطبعش اسمها دوت سترينج بس الدوت سترينج طبعا مش مكتوب فيها اشي بطبع التايب ايش كيف نعملها بنيجي عمين على البيرسون هاي البيرسون دي كلاس البيرسون بنقول له يا ابن الحلال شايف دوت سترينج هذا اللي انت كل شويه تطلع لنا اياه بنعملها اوفر رايد حكينا ما فات زمان اوفر رايد وانتم سطلتوا الاوفر رايد انه فانكشن موجوده في الابو بدنا نعيد كتابتها وين؟ في الابن هي طب هي هي طلع يا جماعه في البيرسون هذا طلع ها بيرسون دوت وينك يا بيرسون؟ دوت طلعش طلع لنا دوت سترينج وجيت تايب وجيت هاش كود وجيت ايكوال من وين هذول جابهم؟ خصم على البيت صح لانه صح خليهم يفكروا هلا جابوا من وين يا جماعه الخير؟ من الاوبجيكت مش قلنا كل كلاسات واقفه الاوبجيكت اي كلاس بتعملها اوتوماتيك بتكون مرتين الاوبجيكت لو عملت كلاس تغلط كلاس ثانيه
برضه كل ماشين مين؟ أول إحداث هذا الأوبجكت. برضه كل ماشين من وين؟ الأوبجكت. هاي كانت تسقين. من فعلها هو فراي. هاي هي في الأوبجكت إيش موجودة؟ دوت سترينج ايش بتعمل؟ جيت تايب رجع جيت تايب احنا بنقول له دوت سترينج رجع لنا شيء ثاني ايش بكتب له هنا؟ بروتكتد اعتقد هي بروتكتد بروتكتد اوفر رايد طلعه مسافه ايش بقول لي؟ ايه ايش ما طلعتش؟ يمكن مش بروتكتد يمكن بابليك بابليك اوفر رايد هيها دوت سترينج تاب بجيب لي اياها شايف ايش برجع بيز دوت سترينج اللي هي فيها بصريش ايش بدي اقول له هنا اطبع ريتيرن مين النيم زائد مسافه مثلا الاي دي اكتب له هيك نغطيه هنا ايش اكتب له هات نعمله بشكل حلو سترينج دوت فورمات مين نيم از صفر اي دي از ايش الواحد بعد النيم تاتا ايش كتب لي ماي نيم از خليل اي دي از كذا وهذا ايش ما طبعهاش نحن كاتبين فيها جيت تايب كتبنا هنا جيت تايب خلاص لو رفعناها ايش بعمل اوتوماتيك بيستدعي ايش دوت سترينج يعني احنا حطيناهاش بس بيستدعيها دوت سترينج هي نيم از كذا لو رفعناها من الاساس نفس ايش بيعمل؟ اوتوماتيك بيستدعي دوت سترينج اوتوماتيك بيستدعيها شوف يا جماعه كيف البروجكتين تكون مرتبطه في كله كله مرتبطه في كله هذا يا جماعه ايش بده في البيت؟ بده تكتب بده تمرس حقيقة عشان نكتب له كونسول دوت كلاين اسم الاوبجكت نفسه لازم نعمل اوفررايد لمين؟ دوت سترينج بس هاي الكلام اللي بنعيده طبقناه اخذنا اليوم كثير من حاجات عندنا اخذنا اوبجكت انشلايزر كولكشن كلام يعني بس مجرد كلام بده هذا التطبيق واخذنا ايش انه دوت سترينج نعيدها هاي ايش كمان نيو بروجكت او سي 3 فيها اوضح صعبه بنشرحها بكره ان شاء الله بس نكمل على الكلام تبعنا اللي هو 3 الاس بي الاس بي اعطيكم اياه دروب داون ليست والشيك بوكس ليست والكومبو وال والريدي ووتر ليست والبولتد ليست مبدا هذا الكلام طلع في ايش هذول ممكن اعملهم عن طريق الاكسل كود يا جماعه هذا كود كود تشطحوش كود لما بكره انا بقول لكم شفتوا تبع امبارح حيو هيك بدنا نستخدمه اليوم بس افهموا اليوم تمام هات نعمل كولكشن جديده بدي اضل اعيد قدامكم ليست اوف مين بيرسون هاي كارد يا ما شاء الله متعودين عليهن هاي كار يا ستي سي يساوي نيو ال اي يساوي نيو ليست اوف مين كار الكار موجوده بقول له هيك لو سمحت انشئ لي اياها اشكرك بضيف لي هنا الكار وبظبط لي باي بس بحط الماوس عليها بقول له ايش بظهر لي بظهر لي لمبه صفراء كهرباء زايده عندهم بس مجرد بعمل لي كلاس يعني بدل ما اكتبها طيب ايش بدي اكتب هنا بروب تاب تاب انت مين التايتل عنوانها وبروب تاب تاب مين ايش انت ذيك هاي انت السترينج الكلر ممتاز ممتاز هاي سترينج هات نعمل ايش نستدقيها مباشره صح ولا لا نكتب زي هيك نيو طبعا بينفع زي ما قالت المهندسه ايش نعمل لها كونستراكتور عادي بينفع نعمل كونستراكتور هاي كونستراكتور بابليك مين كارد تاخذ سترينج تايتل وايش كمان سترينج الكلر ايش تكتب له تايتل كابيتال يساوي مين تايتل سمول والنيم والكلر كابيتال يساوي كلر سمول وش جهه نعمل نقول زي هيك نيو كار وفي القوسين مباشره من غير ما نعمل كولكشن اوبجكت انشلايزر نكتب له هنا ايش بي ام دبليو
وايش كمان؟ ريد. هاي الاول، هاي الثاني. نيو كار ايش نعمل مثلا؟ فورد. وايش كمان؟ جرين. وهي كمان تذكرة نيو كار. ماشي. هونداي. اي 30. اي 30 بلاك. طيب هات كمان واحدة في حرف الاف. نيو فيراري. فيراري فيات. اودي بحبه. هاي جرين. طيب يا جماعة الخير خلصنا تمام، ضفناهم. لقيت يا ابطال يا شجعان بدنا نجيب كل السيارات اللي لونهم اخضر. لا بدنا نجيبهم عادي، بنطبعهم. نطبعهم كيف نطبعهم؟ فور ايتش. فور ايتش استري. اف از الايتم دوت الكلر يساوي يساوي مين؟ جرين. كونتينر يفحص جزء منه، احنا عارفين اللون كله. ايش يعمل؟ كونسول دوت غايت لاين مين؟ النيم ولا الايتم. بدكم نطبع الايتم دوت كار؟ بنفع هيك؟ لا بنفعش. يا جماعه ايش قاعد بشرح انا لساعة؟ بنفعش. دوت مين؟ دوت تايتل. بدنا نعمل ايتم حافز، نروح نعمل الاوفر رايد لمين؟ لدوت سترينج. هات نعمل دوت سترينج الصح، نشغل صح. حيو نروح هنا على الكار نعمل ايش؟ جود ديفينيشن. افتح لي اياها بدل ما اقعد ادور عليها، واكتب له بابليك اوفر رايد دوت سترينج. ايش بكتب له هنا؟ ريتيرن النيم تايتل. فوزوا فيها. ثم تنتين الايش؟ الجرين. مو كونتينز يعني احنا مثلا نقول له دوت كونتينز الاي مثلا. كونتينز نفحط جزء من ال هيك. نفترض نشوف المهندس ايش قال دوت كونتينز. قلت نقول له هل هذا الاري تحتوي على سياره اسمها فورد ونوعها جرين؟ كيف نعملها؟ دوت كونتينز كيف نعملها؟ طلع يا جماعه نكتب له كار مين؟ لا مش هتزبط، هنخش فاكشن كبير. لا بتنفع بتنفع. لا بتنفع كونتينز، بس بنفهمه انه لما نعمل كونتينز، كونتينز ايش بتعمل؟ بتعمل مقارنه. زي هيك ذات كلرز دوت كونتينز جرين. بس كونتينز الهدف منها تبحث عن جزء، يعني مثلا جزء من النص مش كل النص. بنفع كل النص بس يعني مش هي استخدام الاساسي. احنا نص يساوي نص كامل. حقيقة انت تحكي عن المقارنة، بدنا نقارن هذه فيها او فيش فيها، بدنا نقعد نعمل حاجة اسمها كومبارابل مقارنة عشان نقارن بينهم. هذا اسهل. طبقوها يا صبح. ايش راح اعمل؟ هاي فرض ايش باخذينه انتم؟ راح اعمل هذا التايتل ايش؟ سمول. عادي كله سمول. قلت ايش عندنا المشكلة؟ شايفين طالع لهم خطا اخضر. بقول لي التايتل يساوي التايتل. طب كيف بدي افهم مين فيهم هذا ولا هذا؟ خصم علامتين. يا جماعه كيف ممكن نعمل هذا نحلها؟ يا شاطر يا محمود شاطر كثير. يا جماعه بقول له ذس ذس دوت. ايش ذس يا جماعه؟ ذس بقيت. ركزوا حقيقة أي شيء جوا الكلاس برا هنا بقدر أصله عن طريق مين؟ this. فنكتب له this dot title بفهم مين؟ هذه يساوي التايتل اللي جوا. بس يقول لي بعد رسالة خلينا نروق. طيب يا جماعة هاي this dot title يساوي التايتل. التايتل هذه بفهمها اللي برا. حقيقة this هذه اثنين شيكل بقول ايش هي this؟ يا مهندس ايمن على بطاقه الكار اللي احنا
ايش اعطيني كلمه انا كذا اقول الدس هي عباره عن انستنس من الكلاس احدها بدي كلمه انستنس ايش يعني يعني زي كنا عارف كار ديس لا كنا عارف كار ديس يساوي نيو كار ديس انستا ما قلتش اوبجكت قلت هي الكار هي الكار لا ما فيش في ايش هي هي الكار لا هي اوبجكت هي ستاتيك كلاس هي هي اوبجكت من حتى نقولش اوبجكت بنقول هي انستنس من كلاس على نفسها يعني كان انا ايش كتبت هنا جوا على السكت ايش كتبت كار ذس يساوي نيو كار هيك اني كتبت كل كلاس بعملها فيها هذا الاشي الدس الدس مفيدة في حاجتين الحاجة الأولى هيها الحاجة الثانية خدتوها الحاجة الثانية عشان مش هتعرفوها لما تكتب زي هيك مثلا مثلا public void مثلا write مثلا وايش بدك تعمل؟ بدك تبعت له نفس الكلاس تكتب له ايش؟ this مثلا فاهمين يا جماعه مثلا car c بدك تبعت تكتب بدك تستخدمها ايش تكتب له write mean this تبعت نفسك فيها المهم خلاص this هذا عشان صبحي يعني انت ما فهمتوهاش الحاجه صبحي عشان نصل التايتل كتبنا this تمام خلصنا كما قلت في كلام اليوم في عندنا موضوع اسمه اللينك موضوع اللينك موضوع هنستخدم برضه كتير اللينك طيب يا جماعه انت اكس يساوي 10 وانت وسترينج النيم يساوي منى واخر حاجه ايش عندنا دبل الدي يساوي ايش 1.0 حط الماوس على الاكس ايش بقول لك انت اكس حط الماوس على النيم ايش بقول لك string name حط الماوس على الدي دبل حطينا var وvar وvar ايش بصير ولا شيء حط الماوس على الاكس ايش بقول لك انت اكس هي وايش حط الماوس ايش بقول لك string name حط هذا دبل كيف فهم حسب التايب حسب القيمة المسندة فيه بياخد التايب تبعه لا هو هذا بس فيها عشان في حاجات اشي جاي يعني اخترعوها جديد عشان يحلوا اشي زي هيك حاجات مثلا انا بدي اكتب بيرسون بدي اكتب var p يساوي new person ايش بتكون نوع ال p فيش person card ايش بتكون نوع ال p p dot ايش بيجيب لي تايتل وكلر تمام تمام يا جماعه الفار بس مجرد تسهيل يعني طبعا طلع خطا لازم نبعث لها ايش هي الكونستراكتور واضح ايش الفار طلع من اكتب فور ايتش تاب تاب ايش بيجيب لي فار يعني انا ممكن اكتب فار ايتم موجود وين في ال اي ايش كتبت انت مش حيطلع لي كار يعني هو فهم انه هذا لا ايش فيها كار فايش نعتبر الاتم كار فان بس ايش حيعتبرها هنا حيعتبرها اوبجكت هو اوتوماتيك بياخد التايب الموجود حسب القيمه المستنده له واضح يا جماعه الخير تكرروا هذا السبب قلت حناخذ شو السبب طيب يا جماعة ايش السبب افتكروه عملوا صيغة اسمها ايش يا جماعة الخير صيغة اسمها لينك حقيقة احنا عندنا هاي الكار بدنا نجيب كل السيارات اللي لونهم اخضر شايفين يا جماعة في الداتابيز لما ناخذ الداتابيز بدنا نجيب مثلا كل السيارات لونهم اخضر نكتب له select نجمة from مثلا اسم التيبل كارز وير الكار يساوي جرين صح ولا لا بنجيب كل السيارات لونهم اخضر طلعوا هالصيغة var colored مثلا يساوي from k موجود في الكارز where موجود في ال i where k dot color يساوي مين green green selected k
أشكر. طلع فيها جيب لي من ال اي اللي كان تبعهم يساوي جرين، اطبع فور ايتش تاب تاب فار انت موجود وين في الكلر، ايش يعمل؟ كونسول دوت رايت لاين مين الايتم دوت مثلا التايتل، او خلاص ما احنا عملناها الايتم فيها جاهزه، اعطى هذا الكلام كله طلعوا فولد وفيت. طيب نشرح الجمله اللي عملناها هذه. هنا قلنا له فار، طبعا احنا مفترض هو ايش يرجع لنا؟ ليست اوف مين اوف كارز، بس احنا ريحنا حالنا خلاص. فار كارز ايش الكار نوعها؟ ليست اوف كار يساوي صيغه، هل اسمها صيغه لينج؟ هذه اسمها لينج، هذه جديده في 2008 وما بعد طلع لها 8 سنين يعني. لينك 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 لانجوج انتجريتد كويري. فار كالرد يساوي بكتب له ببدا بكلمه فروم. شفت يا جماعه لما كنا نعمل هنا فار اتم موجود في الكالرز، نوصل عن طريق الكالرز عن طريق مين؟ الاتم. فروم كير هي الاتم، انا متغير من عندك. فروم كير موجود وين؟ في ال اي تمام. وير الكي دوت كالرد يساوي جرين. هات نكتب جمله ثانيه. var t1 يساوي from k موجود وين؟ في ال i. ايش هيك بعمل؟ لازم اكتب في النهايه select ال k اللي بكتبها، لازم ارجع. ايش بجيب لي؟ رجع لي كل العناصر ما عملت شيء فيها. قبل ال select بدي اكتب هنا ايش؟ order by k dot مثلا التايتل. ايش حكتب لي اياهم؟ تصاعدي حسب التايتل. فور اتش تاب تاب فار انت موجود وين؟ في التي واحد بعد مين؟ تي واحد مش التي اي. الفار بعد ما اقول ايش، مش لازم ايش التايب تبع هذا، ايش التايب، ايش بترجع هذا التايب؟ تعرف ايش هو التايب؟ ليست اوف كار. بس ايش تكتب ليست اوف كار؟ خلص تكتب فار، هو انت عارف ان نوعها هي حترجعها اوتوماتيكلي. انت مش همك ايش هو النوع، تهمك القيمة في النهاية في النوع هذا. أنا بدي أرجع لي عناصر، إيش نوعهم وإيش لستهم وإيش، ماليش دخل، أنا بس بدي أرجع لي إياهم. أشكرك، نفسه هي أساسا جابوها من فيجوال بيزك. ديم إكس يساوي 10. هذا بسموها ليت بايننج في في بي، هي مطورة هنا شوية. نفسها هي نفسها، في في بي لما بنكتب ديم كذا. طيب، إيش نكتب هنا؟ كونسول دوت رايت لاين مين ايش هذه؟ كونسول دوت رايت لاين مين الاتم. حكوا عليهم ايش؟ مرتبات حسب التايتل. فورد فيات بي ام دبليو، لا هيها بي ام دبليو فيات فورد اي 30. اوردر باي كي دوت تايتل مين ديسندنج. هذه كلمات محجوزه يعني كلها اي 30 فورد فيات بي ام دبليو. تمام يا جماعة؟ طيب select k dot title where قبل الاوردر، مش اخذته database، هناخد برضه where ال k dot color dot starts with mean، يبدأ بحرف مثلا ال r and ال k dot مثلا title dot length اكبر من 20. عادي بكتب الشرط اللي بدنا اياه. حلوه حلوه هي حلوه، بس لا شوي ولا واحد جاب بلا، حنكتبها كثير حنكتبها كثير. طيب صحيح عشان هيك ما جابش اثنين، مش مهم مش مهم، يمكن ار وهذا هي جابها بي ام دبليو في هاي بي ام دبليو، هي جابها بي ام دبليو، لان هذه الاولى بترجع بس اثنين هاي، ما عطل هذه رجع بس مين اثنين هاي بي ام دبليو.
طيب var اي شيء يساوي from k موجود وين؟ في ال i. من مثلا بدك ايش افرض وين؟ ركز يا عمر. select يا جماعه k dot title ايش حيرجع لي التي؟ ايش نوع التي؟ يعني ايش التخمين الفارط؟ فك يعني فكر ايش تخمين فارط؟ ايش نوعها؟ كار فكر فيها شويه. هذا التايتل ايش نوعها؟ وهذا ايش حيرجع لي؟ ليست اوف سترينج. هي ايش التي هذه؟ ليست اوف سترينج. يعني كتبت له هيك فور ايتش تاب تاب فار ايتم موجود وين؟ في التي 2 ايش حيكون؟ طلع ايش الايتم ايش حيكتب لك الايتم؟ سترينج. هي ليست اوف سترينج. ممتاز ماشي يا عمر ماشي عارف انك كنت صح. طلعت لين مين؟ تي 2 الايتم. حلو؟ طيب بنحبكها. select k to title فاصلة k dot بنفعش. لازم ايش نعمل زي هيك؟ new k dot title مثلا اكتب له هنا name يساوي k dot title فاصلة مثلا age يساوي k dot color. ايش رجع لي يا جماعه؟ رجع لي كلاس من ابتكاري فيها النيم والايج. النيم سويته بالتايتل والايج سويته بالكلر. لو كتبت هنا اتم دوت ايش حيطلع لي؟ النيم والايج. تمام؟ نعم. هذه يا جماعه ايش اسمها؟ اسمها انانيمس كلاس. انا انا مش عارف تكتب anonymous class زي هيك. كنا بنعمل زي هيك. طلعوا var y يساوي new name يساوي خليل فاصله ال id من مثلا هي مثلا الجوال موبايل يساوي ايش؟ 22. ايش نوع y؟ انا ماسك كلاس. كلاس مش في كلاس بس وينها؟ حط المؤشر ايش بكتب لك؟ انونيمس تايب. هيها انونيمس تايب كذا. طب ايش فيها الواي دوت؟ فيها الموبايل والنيم. انا هنا انشات كلاس. ليش هذا بنعملها؟ هنا بنرجع بالداتابيز بكره بس بكون في عندنا اي دي ونيم وتايتل. بدنا نرجع مثلا تنتين، واحده بصير ليست اوف سترينج. طب نرجع تنتين بصير انونيمس تايب زي هيك. واضح؟ حتتضح بكره يعني بس اعرف انه فيش زي هيك. طيب مش كلامك عليها. ناخذ مثالين بس نخلص عليها اللينك. طيب var اي شيء تي 3 يساوي from k موجود وين؟ في ال i select k. طلع عملت goes عملت goes to the dot false or default. ايش false or default؟ رجع لي فقط واحد يعني اول عنصر في المصفوفة. ايش نوع التي 3؟ list string. ايش نوعها؟ عنصر واحد في المصفوفة. ايش نوعها؟ كار. هاي تي 3 نوع العنصر هو ايش؟ كار. لو كتبت تي 3 دوت بتطلع هي كلر وتايتل مباشره. واضح؟ واضح؟ طيب var تي 4 يساوي هي قوسين from k موجود وين؟ في ال i select مين؟ k دوت الكلر دوت فيرست اور ديفولت. ايش نوع تي 4؟ يا جماعة فيصل ديفولت بترجع ليست بترجع عنصر. طيب ايش نوع العنصر؟ اشكرك يا هشام ممتاز. كلر رجعت كلر. كلر ايش نوع سترينج؟ ما قلتوش رجع لك كي هنا. كي كان كار بس رجعت سترينج. اكتب تي 4 حط موسع تي 4
string مين تي 4. الفار بتريحني يعني خلاص انا بدي زي هيك مش مهم انت بس بقول عشان تعرف تفكر ايش بدنا نرجع. في واحد طافي معلش تمام ما فيش غدا. طيب يا جماعه خذوا هذا المثال الاخير ونختم فيه. والله كثير يا عمي كثير هيك نختم عندي هنا. فار تي 5 يساوي فروم كي موجود وين؟ في الـ في ال اي سيلكت مين كي طلع في دوال شفناه بس ما خلينا نشوف في دوت تيك. ايش دوت تيك يا جماعه؟ واللي خد الاول عنصرين فقط. هذا دوت فيز بترجع عنصر. هذا حتى قلت له خد لي واحد حتى قلت له واحد ايش بترجع نوع تي 5 ليست. هو بفهمش العدد تيك بترجع ليست بس عدد العناصر في الليست واحد. انا بدي ارجع اول عنصرين زي هي في الاس وقال هي التوب اخذت توب 2 توب 3 عكس هذا ليش اسمها سكيب. سكيب بتقول لي بقول له طنش اول عنصرين خد الباقي خط اول 2 خد الباقي. حلوين هذول بكره بتكيف عليهم في الداتابيز. طبعا هذول يا جماعه ممكن تطبقهم وين؟ على السترينج يعني كتبته زي هيك مثلا كتبت زي هيك هذول موجودات في السترينج. السترينج عباره عن ايش؟ كار اري صح ولا لا؟ قلت له string name يساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام دوت skip مين اول مثلا حرفين ايش حتصير؟ طبعا هذه ما هي بده يعتبرها كار اري. هذا ايش بده يعتبرها؟ بنكتب هنا فار اري حدي ايش نوع هذه؟ كار النيم ايش حي ايش حيرجع لي؟ والدليل فور ايتش تاب تاب فار اي شيء موجود وين في النيم ايش يعمل؟ كونسول دوت رايت لاين مين الايتم ايش حيطلع لي؟ من عند اثنين حطيت بس ما دقق معايا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة بس أطبقهم على السنج عادي بكل أريحية. سكيب وتيك في كمان دلتين حلوات زي هيك هاي تي ستة في دوت سنجل سنجل أو ديفولت. لقيت يا جماعة في فيرست وفيرست أو ديفولت ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم انه فيرست أو ديفولت لو ما لقاش ولا عنصر برجع نل. لو فيرست ما لقاش عنصر برجع اكسبشن. يعني دائما استخدم فيرست أو ديفولت. انا دائما استخدمها وخلاص دائما استخدمها وبس. في دوت كنت ديستينكت ايش دوت ديستينكت؟ دوت ديستينكت بتفحص بترجع لك اليونيك مثلا دوت ديستينكت النيم حسب النيم. دوت مثلا لو انا مثلا عندي رقم في عنده دوت ماكس بقول له ماكس مين مثلا السي دوت الاي دي بدك تفهمه حسب مين الماكس حيفهم. اوردر باي كل موجود جوا بنقدر نطلعه هنا برا سنجل دوت سم افريج كل موجود هنا. طيب اخر مثال ووقف عند اليوم خلاص هذا اقسم بالله اخر مثال. طيب في عندنا حاجه اسمها لامدا اكسبريشن. شوف يا جماعة هذه الصيغة بقدر اكتبها بصيغة ثانية اسمها لامدا اكسبريشن. طلعوا فور اي فور ايتش تاب تاب فار اتم موجود وين؟ في ال اي دوت وير بلزمنا زي هناك اتم وبلزمنا مين كمان؟ الكي فانكشن اوف كي حيث الكي دوت نيم دوت كلر دوت يساوي مين؟ جرين بعد مين؟ كونسول دوت رايت لاين الاتم ولا شيء بس هذا بتكتبها اسرع ما بجي بحب السرعه. هذه تساوي مين؟ اذا كتبناها هنا اللي فيها الاتم هذه اسمها لامدا اكسبشن. بكتب الشرط مباشره دوت وير دوت ماكس دوت فيرست او ديفولت بكتبها هنا مباشره. ها بدي اجيب بدي ارجع مين يا جماعه؟ اول عنصر فار var u يساوي ايش؟ li dot mean first or default
رجعت له مباشرة. ممكن اكتب له دوت مثلا تيك مين 3 دوت فيرست اور ديفولت، تمام، دوت وير بدي الوير بدي اجيب متغير، المتغير هذا بدي اطلع له اسم كي ابصر ايش هو. دائما جات العاده اسمه ان داله في ان، حيث هذا حيث الان دوت مثلا تايتل دوت ستارت سويد حرف الجي دوت اوردر باي مين، سكر جوز دوت اوردر باي مين داله في مين في ان او كي حيث الان دوت التايتل. تبدا احسب التايتل مش جاي بس ما جاي من العيد، مش لازم تعرفوها، مش لازم تكتبوها يعني، بس حتشوفوها كثير في كويت. هاي هذه تساوي هذه يا جماعه الخير. حنكتب دائما هذا، بس احيانا حكون مكسل حكتب هذا بسرعه تنسخوهاش. داله في كذا، هذه اللامدا اكسبريشن مستخدمه كثير في اللغات يعني البايثون والجافا والهذا موجود في اللامدا اكسبريشن. اسمها يا جماعه هذه لامدا اكسبريشن. والله خطا عليك كمان بس خلاص بكفي. صرت حالف يمين نفس اكتب كمان مره. حاضر ايوه هيك محمود تعجبني.